دكتور، احنا مصر بلد زراعية ودايما بنستهدف زيادة الرقعة الزراعية قد ما نقدر. ازاي ارتفاع درجات الحرارة هيأثر على المحاصيل اللي احنا متعودين نزرعها في الأوقات الزيتية؟ دي نقطة مهمة جدا، ان ارتفاع الحرارة يعني ارتفاع حاجة النبات للمية، استهلاك المية هيزيد. طب الدولة عملت ايه؟ الدولة دلوقتي بتتوسع جدا، الحمد لله احنا ضفنا تقريبا مليون فدان لرقعة زراعية من 2014 حتى الآن، وده رقم كبير، مليون واحنا كنا 9 مليون، يعني انا بتكلم على يعني 10%، وده رقم تاريخي ورقم بصراحة مذهل لأي حد بيتابع الأرقام في مصر. دلوقتي حاجة الزراعات هتزيد للاستهلاك المياه، وأنا عندي محدودية كبيرة في المياه، عشان كده الناس ما يسألوش نفسهم كمان مرة، هي الدولة اللي بتدفع مليارات المليارات في إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتجد مصادر بديلة للمياه غير مياه النيل، وأنا ما عنديش أمطار، كده كده أنا بلد تقريبا جافة، وكمان المياه الجوفيه مش هقدر استنزفها، دي في حقوق للاجيال اللي جايه فيها طبعا. فعشان كده البلد بدات تفكر فعلا على المستوى القومي الاستراتيجي في اقامه محطات معالجه المياه لتوفير ملايين وعشرات الملايين من المياه يوميا للزراعه. وكمان في بعض الاجراءات بقى الزراعيه الفنيه داخل المزارع والحقول، يجب على المزارعين انهم يعملوها الفتره دي على الاقل، تقريب فترات الري، زياده كميه المياه بمقدار 10%، إضافة بعض المركبات اللي بتخلي الشجر يقدر يستوعب هذا تقليل فترات الري، تقريب فترات الري اللي أنا أقرب، يعني مثلا الذرة دلوقتي المحصول الأساسي والرز، الرز كده كده مغمور، الذرة بدل مروي على 12 13 يوم ما ينفعش، 10 أيام فيما أقل. عشان كده وزارة الري مهتمة جدا إنها تشتغل بأقصى احتياجات، أقصى احتياجات كان بيبقى شهر في السنة، لا هيمتد معانا الفترة، فده هياخد مية إضافية. عشان كده بقول لحضرتك البلد بتفكر ابعد شويه من تفكير الافراد، او ان انا ازرع بدري شويه في بدايه العروه، يعني ما استناش لحد ما درجه الحراره ترتفع وازرع بدري شويه، اعتقد ده ممكن يفيد النبات. ممكن يفيد، وكمان العكس ممكن يفيد، لان انا دلوقتي النصيحه الاهم اللي بنطلعها من مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه بتاخير زراعه العروه الجديده، العروه اللي انا هشتل طماطم وفلفل وبتنجال، او ان انا هزرع بساتين فاكهه جديده مانجا وغيره بتزرع الفتره دي، انا هاجل حتى نهايه تقريبا نهايه ابيب او نهايه يوليو على الاقل، ابيب ده بينتهي في الاسبوع الاول من اغسطس. فدي التوصيات مهمه قوي. التوصيه المهمه معلش تاني، عدم التعرض لاشعه الشمس بطريقه مباشره لفترات طويله، يعني على المزارعين كل من يتعرض للشمس، كل من اعماله تستوجب ان يبقى موجود في الشمس في فتره الظهيره من الساعه 11 للساعه 3، اكسر الفتره، نص ساعه واقعد في الظل شويه، نص ساعه واشرب ميه، نص ساعه واتحرك عن بعيد عن اشعه الشمس، لان تركيز اشعه الشمس عشان تحمي نفسك لمده ساعه هتؤدي للاجهاد الحراري للاسف.